من الخرطوم ينضم إلينا أحمد العربي مراسل الغد لمزيد من التفاصيل. يعني أحمد، يعني هناك 37 منشأة أو ممتلكات تم حظرها، هل لك أن تحدد لنا ما هي أصول هذه الممتلكات ونوعيتها أيضا؟ نعم وائل، هي 37 ممتلكات تابعة لرموز النظام السابق. تتنوع هذه الأصول والممتلكات ما بين شركات وممتلكات خاصة كبيوت وعقارات وغيرها، وهي الآن وفق زيرو فساد وقعت تحت الحظر الذي استصدرته من قبل نيابة مكافحة الثراء الحرام، وأيضا بالإضافة إلى حظر السفر لهؤلاء الذين ثبت تورطهم. طبعا منذ سقوط النظام وهناك حملة بدأت في الحصول على ملفات الفساد، وأيضا وثيقة الإعلان الدستوري نصت على أن تكون هناك مفوضية لمكافحة الفساد وفق المفوضيات التي سيتم تكوينها. يعني اللافت في هذا الأمر أن زوجة الرئيس السابق بالإضافة إلى والي الخرطوم القضايا تتعلق بمخالفات مالية وباستغلال المناصب المختلفة وبالتحديد لوالي الخرطوم، وهناك أيضا عدد من التهم وجهت لقيادات بالنظام السابق، وهناك أيضا معلومات تشير إلى أن الرقم يمكن أن يرتفع أكثر من 37. طيب أحمد، حتى نفهم أكثر من الرموز. نعم حتى نفهم أكثر، يعني في النهاية هذه المنظمة الطوعية والتي تسمى زيرو فساد، ما هي الصلاحيات التي تستند إليها وما هي المرجعيات، وهل فعلا لديها القدرة والقوة بأن تقوم بحظر ممتلكات؟ يعني نريد أن نفهم عن هذه المنظمة وطبيعتها. نعم وائل، هذه المنظمة تضم عدد مقدر من الحقوقيين والمختصين في مجال ملفات الفساد، سواء كان قانونيين يتبعون للمحاماة وبالإضافة إلى وكلاء نيابة متقاعدين عن العمل، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين سواء كان في على المستويين الإعلامي والإداري هنا في السودان. هذه المنظمة فتحت بلاغات في مواجهة الفاسدين من رموز النظام السابق والذين ثبت تورطهم، وتقول إنها لديها من المستندات ما يعضد الذي ذهبت إليه وما سمح للنيابة باستصدار هذه الأوامر سواء كان حظر السفر أو حظر الممتلكات. أيضا زيرو فساد تقول إنها ليس لديها أي عداء مع أي جهة ما، ولكن هي تطمح في أن تحقق مبدأ الشفافية ومبدأ ملاحقة الفاسدين والذين نهبوا أموال الشعب السوداني على حد قولها. هي الآن مجموعة من المكونات التي تسعى بهذا الملف. نعم أشكرك أحمد العربي مراسل غد على كل هذه المعلومات وأيضا التوضيح عن ماهية هذه المنظمة.